السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله هنبتدي معكم النهاردة بقى حلقات العمود الفقري. هنتكلم النهاردة عن الفقرات القطنية. قبل ما نتكلم عن الفقرات القطنية برضو نديكم فكرة بسرعة عن العمود الفقري، هو إيه وظيفته ومكون من إيه. العمود الفقري مكون من مجموعة من الفقرات. عندنا الفقرات العنقية 7 فقرات، الفقرات الصدرية 12 فقرة، الفقرات القطنية 5 فقرات، ودول الفقرات المتحركة في العمود الفقري. في عندنا بقى فقرات ثابتة اللي هي بنسميها الفقرات العصوصية والفقرات العجزية، تمام. إنما المشكلة دايما بتيجي في العمود الفقري من الفقرات المتحركة، وخصوصا أكثرها حركة اللي هي الفقرات العنقية والفقرات اللي هنتكلم عليها النهارده اللي هي الفقرات القطنيه. الفقرات القطنيه اللي هي ال5 فقرات دول اللي هم قدامنا، في بين كل فقره والتانيه في الغضروف، والغضروف عامل زي المخده اللي هي بين الفقرات، تمام. يعني كل فقره والتانيه بينها غضروف بياخد نفس الشكل بتاع جسم الفقره، ده جسم الفقره. بتيجي مخده في النص بين كل فقره والتانيه، ويجي يعني تيجي هنا مخده على جسم الفقره اللي هو الغضروف، وفيها فقره تانيه وفيها فقره تانيه، غضروف مخده، غضروف فقره، غضروف فقره، لغايه ما نوصل للايه، للفقرات العنقيه، تمام. برضو في بين كل فقره والتانيه في مفصلين، وجوه القناه العصبيه بقى في ايه، الاربطه. الاربطه طبعا دي مش باينه في هذا النموذج، طبعا بتبقى ايه، حاجه لينه يعني، تمام. فهي دي الحاجات اللي ماسكه كل فقره بالتانيه. احنا النهارده موضوعنا بالاساس عن الغضروف. طيب نمسك الاول ناخد حاجه عامه شويه في الفقرات اللي هي ايه، الام اسفل الظهر، ومن ضمنها طبعا بيبقى الغضروف. طب ايه هي المشاكل اللي موجوده بتعمل الام في اسفل الظهر؟ 70-80% من المشاكل اللي بتموجود في الام اسفل الظهر بتبقى جايه من العضلات، تقلص في العضلات، توتر في العضلات، شد في العضلات، كل المشاكل بتاعت العضلات، شويه هواء، برد، تكييف، كل الحاجات دي، شله طبعا مش مظبوطه، مزقه زي ما بيقولوا كده، الحاجات دي كلها بتبقى عامله من 70-80% من اسباب الام اسفل العمود الفقري. طيب نيجي بعد كده لايه، المشاكل السن اللي هي زي مثلا الخشونه، الناس اللي بتتقدم في السن بيجي لهم ايه، الم في فقرات العمود الفقري. بعد كده يجي الغضروف، الغضروف بيمثل حوالي 4% من المشاكل اللي موجوده. يعني عندي مثلا لو كل 100 عيان بيشتكوا من الم في اسفل الظهر، في منهم 4 بس عندهم غضروف. في عندنا حاجه تانية زي مثلا التزحلق الفقاري، او بيقولوا عليها كده ان الناس الفقرتين راكبين بعض، دول بيبقوا حوالي 2% من المشاكل اللي موجوده وتعمل لي الم في اسفل الظهر. في عندي كمان ايه، عندي لا قدر الله اورام الفقرات، عندي التهاب الفقرات، عندي كسور الفقرات، كل الحاجات دي تعمل الم في اسفل الظهر. وكسور الفقرات دي في عندنا بتبقى ناتجه عن حوادث او مشاكل صحيه، او حاجه مثلا زي كبار السن اللي عندهم هشاشه، كل دي تعمل ممكن كسور في الفقرات. في عندنا بعض الاحيان بيبقى في مشاكل في اسفل الظهر او الم في اسفل الظهر، وتبقى المشكله مش في الظهر خالص، ممكن تبقى جايه من البطن، بتبقى بنسميها احنا ريفيرد بين، يعني الالم بيسمع، يعني المشكله في حته وبيسمع في الظهر، زي مثلا مشاكل في المعده ممكن تسمع في اسفل الظهر، مشاكل في الرحم عند الستات تسمع في اسفل الظهر. وحتى دايما بنلاقي دايما الستات بتشتكي ان هو موجود بعض الالام اللي موجوده في اسفل الظهر اثناء الدوره، طبعا في تغير في الهرمونات وحاجات كده من ضمن اسبابها. طبعا من ضمن يعني مشكله، ولا هي مشكله وليست مرض، المشكله من ضمن الحاجات اللي هي بتعمل دايما الم في الظهر السمنه، من مرض برضو من ضمن الامراض اللي بتعمل مشاكل في اسفل الظهر. والسمنه الحقيقه بتعمل الموضوع ده بالطريقتين. الطريقه الاولانيه ان هو في عندي وزن زايد، يعني مثلا انا العمود الفقري ربنا سبحانه وتعالى عامله يستحمل 50-60 كيلو، انا مديله 120 كيلو فوق طاقته، تمام. الحاجه الثانيه ان انا بيبقى عندي كمان العضلات نفسها ضعيفه مع السمنه والترهل والحاجات دي والدهون، بتبتدي العضلات بتبقى ضعيفه، ما بتبقاش ماسكه العمود الفقري ولا في العضلات، من الحاجات المهمه جدا 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 اللي بتحافظ على لياقه الجسم ولياقه العمود الفقري عموما. طيب نيجي بقى نفصص من القصه دي كلها، ناخد الايه، مشكله النهارده اللي هي ايه، الغضروف. ايه اللي بيجيب الغضروف؟ دايما انا بقول للمرضى بتوعي ان اللي بيجيب الغضروف عاده ان انا ما ببقاش مستعد كويس ومجهز ظهري كويس ان هو يشيلني او يشيل الحاجه اللي انا هعملها او اللي انا هشيلها. بتبقى لياقتي البدنيه ضعيفه، العضلات ضعيفه، مش قادر ان انا اشيل حاجه بطريقه صحيه او بطريقه سليمه. وان شاء الله نعمل حلقه كامله عن طرق محافظه على العمود الفقري. فلما باجي اشيل او باجي اعمل حاجه في على الحمل على العمود الفقري يبتدي يطلع الغضروف. الغضروف طبعا بيبتدي يفقد في الاول مع التقدم في العمر، يبتدي يفقد اللزوجه بتاعته، المرونه بتاعته، وبعد كده يبتدي ايه، تحصل المشكله بتاعت بروز الغضروف، او ان الغضروف يبتدي يخرج من مكانه. مجرد خروج الغضروف من مكانه يبتدي يعمل لي بقى المشاكل اللي هي بنسمع عنها والشكاوى اللي بتحصل من المرضى.
طبعا مع بروز الغضروف يبتدي يحصل الم في اسفل الظهر. مع بروز الغضروف لما الغضروف يبتدي يوصل للعصب يبتدي يعمل لي بقى ايه اللي هو ما يسمى بعرق النسا، اللي هو عاده عندنا لو في الظروف الرابعه والخامسه او الخامسه والاولى بيبتدي يعمل لي مشاكل، ودول طبعا اكتر غضروفين او اكتر مستويين بيجي فيهم الغضاريف مشاكل عرق النسا. عرق النسا بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الم جاي من الفخذ، مؤخره الفخذ، ونازل في الرجل ويلف على قدام، ممكن يوصل لصباع الرجل الكبير او صباع الرجل الصغير حسب الغضروف، وبيعمل معاه ممكن يبقى فيه معاه تنميل. عرق النسا عاده بيبقى المريض الحقيقه الم يعني معاه، يعني بيقول لك يعني حتى هو ساعات بيقولوا على العرق النسا ان هو الم لا ينسى، يعني طبعا عصب الوركي او الام العصب الوركي. عرق النسا الحقيقه بيبقى يعني المريض دايما بيوصف ان هو عندي يقول لك مثلا في سيخ، يقول لك في سيخ نازل في رجلي، او في عرق كهرباء، كانك عرق كهرباء ونازل في رجلي، نازل من الظهر كده على رجلي على الجنب على قدام، من ورا بيلف كده يروح على قدام. من التنميل الحقيقه طبعا ممكن يبقى الالم ده موجود في الرجل او في بعض الاحيان في الاثنين كمان. من التنميل بقى اللي بيجي كمان مصحوبا مع عرق النسا ممكن نعرف الغضروف ده في انهي فقره، بمعنى ايه؟ صباع الرجل الكبير يبقى ده غضروف الرابعه والخامسه، صباع الرجل الصغير ده غضروف بين الخامسه والاولى، ده بيساعدنا قوي في بعض الحالات في التشخيص طبعا. مع المشاكل بتاعه الغضروف اللي هي سواء عرق النسا او الم الظهر، لما الغضروف بيبتدي يهمل شويه او الغضروف في بعض الاحيان يجي كبير شويه ويحصل فيه انفجار او خلافه، مع استمراريه الضغط على العصب ممكن يبتدي مشط الرجل يضعف، سواء ان احنا حتى دايما بنقول للمرضى يجرب ان هو يقف على مشط رجله او يقف على كعب رجله ويرفع المشط لفوق. لو لقينا ان الحركه دي سواء المشط على اطراف صوابع او على الكعب ونرفع المشط لفوق فيها مشكله مع وجود الغضروف، يبقى احنا كده دخلنا في مرحله الضعف، ودي مرحله مش ظريفه شويه، تمام؟ ويبقى زي ما نتكلم بعد كده ان شاء الله على موضوع العلاج يعني هنعمله ازاي. مع الضعف لا قدر الله، لو لا قدر الله الامور استمرت واحنا ما لحقناش نفسنا بقى، لا ممكن الامور تتطور ان يحصل سقوط في القدم او ان احنا ما نقدرش نرفع المشط بتاع الرجل اللي فوق، طبعا ودي مرحله نهائيه طبعا. في بعض حالات الغضروف الحقيقه بيبقى الغضروف ساعات كبير قوي قوي قوي، ممكن يقفل القناه العصبيه ويقوم مقام اللي هو ضيق القناه العصبيه زي ما هنتكلم بعد كده في حلقات قادمه ان شاء الله. ودي حالات نادره شويه الحقيقه بس بتحصل، ان هو الغضروف يروح قافل القناه العصبيه مفرقع ويبتدي يعمل لي مشاكل في الاعصاب كلها، ويبتدي يعمل لي مشاكل في كمان البول والبراز والحاله الجنسيه. طيب هنشخص بقى الغضروف ازاي؟ احنا دلوقتي اتكلمنا عن اعراضه، هنشخص الغضروف ازاي؟ هنشخصه بان احنا نشوف المريض، نسمع كلام المريض، شكوى المريض، نحلل الكلام بتاعه ونساله بعض الاسئله التوجيهيه، وبعدين نبتدي نفحص المريض على سرير الكشف ونبتدي نعمل له الاشعات المطلوبه. عاده الاشعات المطلوبه في حالات الغضروف اكتر حاجه بتشخص الغضروف طبعا عندي القطني دلوقتي اللي هي الرنين المغناطيسي، دي الاشعه الاساسيه. قد نحتاج معاها الاشعه الديناميكيه اللي هي بتشخص معانا لو في زحلقه في الفقرات او حاجه او الفقرات سايبه من بعضها، بسميها اشعه ديناميكيه عاديه. طيب بعد ما شخصنا الغضروف ووصلنا ان في عندنا مريض غضروف، نعالج الغضروف ازاي بقى؟ لازم نبقى عارفين ان 90% من مرضى الغضروف بيعالجوا تحفظيا من غير عمليات، انا باكد اهو 90% من مرضى الغضروف بيعالجوا تحفظيا، بس بشرط ان احنا نيجي بدري شويه قبل ما تحصل المشاكل. العلاج بتاع التحفظي بيعبر عن بعض الادويه، بعض الفيتامينات للاعصاب، دلوقتي فيه كمان الادويه اللي نازله جديد اللي هي بتبقى مضادات التهاب الاعصاب وموجوده وبتخفف الالم ان شاء الله والدنيا بتفك وما فيهاش ادنى مشاكل. طيب رحنا بقى للمرضى اللي هم بيحتاجوا العمليه، مين بقى المريض اللي بيحتاج العمليه؟ المريض اللي بيحتاج العمليه مريض ما استجابش للعلاج لفتره شهور، شهر او اتنين، مريض جاي الغضروف بألم جامد جدا وعمل مشكله، غضروف عمل ضعف في الاطراف او في المشط يعني، تمام؟ او لا قدر الله في شلل او في مشاكل في البول او البراز، او مريض بقى ايه عمال ياخد في علاج الالم مش جامد قوي بس هو عايز يخلص والغضروف كبير. في كل الحالات لازم يكون الغضروف كبير، يعني في كل الحالات مش هقدر اعمل عمليه غير لما يبقى غضروف ضغط وغضروف يعني ذو حجم ضغط على الاعصاب. خلينا نشوف الفيلم معانا كده ازاي بنعمل العمليه، والعمليه دلوقتي بتتعمل بسهوله جدا جدا من خلال الميكروسكوب او من خلال كمان المنظار، فتحه صغيره قوي والمريض بيروح في نفس اليوم او ثاني يوم بدون ادنى مشاكل تماما. بنفتح الفتحه بتاعتنا الصغيره دي ونبتدي نوصل للعصب بتاعنا او الغضروف بتاعنا بالاحرى اللي هو ضاغط على الاعصاب. في بعض الاحيان قد نحتاج ان احنا نشيل جزء بسيط قوي من العظم بين الفقرات، يعني جزء بسيط جدا لا يؤثر خالص على مش ادي الغضروف اهو ضاغط، وادي الاعصاب المحمره دي من ضغط الغضروف، مجرد ما انا اشيل الغضروف
رجعت الاعصاب مكانها تماما، صفرة سليمه معافى تمام، معافاه ما فيهاش ادنى مشكله. طبعا انا بفضل الغضروف كله، بشيل الغضروف كله، ما فيش ادنى مشكله. لان طبعا الغضروف برده الناس بتقول لك طب ما نحطش مكانه حاجه، لا احنا هنا بنسيب حزام الغضروف، وحزام الغضروف بيبقى كافي تماما الحمد لله ان هو يحافظ على المسافه اللي بين الفقرات وما يضغطش الاعصاب. طبعا مع شيل الغضروف لازم اخد بالي برده، هرجع اقول تاني دايما باكد عليها في كل حلقه، لازم نسلك العصب. يعني ما ينفعش ان انا اخش اشيل الغضروف واجري من غير ما اشوف العصب واسلكه واحرره واطمن تماما 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 ان العصب ما فيهوش اي ضغط عليه. لانه في بعض الاحيان ممكن تبقى في حته هربانه مع مثلا مع الغضروف في فتحته، مع العصب في فتحته، اسف، لازم اطمن. بنحط حاجه كده بنسميها احنا زي مجس مع العصب في الفتحه بتاعته، ونطمن ان حوالين الغضروف فاضي تماما ما فيهوش اي ضغط، وان العصب محرر والحركه بتاعته كويسه. ساعتها بنعرف ان الغضروف الحمد لله ما فيهوش مشكله، ولما بيتشال بنطمن ان العصب كويس جدا، المريض يرجع يمشي على رجليه يمكن في نفس اليوم بتاع الجراحه، تاني يوم ممكن يخرج يرجع شغله اسبوع اتنين حسب طبيعه الشغل بتاعته. انما احنا لازم ناخد بالنا قوي 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 ان احنا ما نعملش المشكله من الاول. يعني احنا دايما ان احنا مش عايزين نوصل لمرحله الجراحه. طب احنا مش عايزين نوصل لمرحله الجراحه ازاي؟ ان احنا الاول يبقى عندنا عمود فقري لياقته البدنيه كويسه، عمود فقري العضلات اللي حواليه ماسكه كويس جدا جدا جدا، بحيث ان انا لما اجي بعد كده اشيل لازم اشيل بقى بالطريقه السليمه، واشيل الوزن اللي هو يعني انا اقدر عليه زي ما بيقولوا. ماشي مثلا ان انا عندي ترهل في عضلات الظهر ولا حاجه، واروح شايل مثلا حاجه تقيله جدا من على الارض. الحاجات دايما اللي نشيلها تبقى على حاجه عاليه، كل ما اشيل وانا واقف احسن ما اشيل من وانا يعني ما اشيل وانا واقف وحاجه عاليه قدامي، غير ما اشيل من واقف واوطي اجيب الحاجات دي من الارض، بيزود الضغط على العمود الفقري. غير لما مثلا اشيل وانا لافف جذعي، يعني يبقى في زي كاني بالظبط بعصر العمود الفقري. الحاجات دي كلها الحاجات دي يمكن بسيطه قوي قوي قوي، بس تاثر معانا في الضغط على الغضاريف، وان انا ادوس على الغضروف اخرجه من مكانه، لان الغضروف ده جواه ضغط. الغضروف ده يعني يمكن احنا فاتنا ان احنا نقول ان الغضروف ده عباره عن حزام ونواه، النواه جوه دي الحاجه عامله زي الجيلي كده، دي هي اللي بتطلع من جوه الحزام تفتحه وتفرقع وتخرج وتضغط على العصب. احنا لو حافظنا على النواه دي ما تخرجش، بحيث ان انا ما ازودش الضغط على العمود الفقري، افضل ادوس ادوس ادوس. ودايما في مقوله شهيره، الضغط او كتر الضغط بيؤدي الى الانفجار، وهو ده اللي بيحصل في الغضروف بالظبط. انا بفضل اضغط عليه اضغط عليه اضغط عليه لغايه ما الغضروف ده ينفجر، يتفتح الحزام بتاعه، يخرج يضغط على الاعصاب يعمل لي المشكله. انا لو منعت الكلام ده او تفاديت الكلام ده بان انا اعمل لياقه بدنيه كويسه، اشيل بطريقه صحيه زي ما نقول ان شاء الله في حلقات قادمه، ان انا اشيل ما اجهدش ظهري، ما اقعدش حتى بطريقه غير صحيه، موقفش لفترات طويله، ما اقعدش لفترات طويله، نكتر المشي. المشي من الحاجات المهمه جدا للعمود الفقري. وعندنا احنا يمكن دايما بقول للمرضى بتوعي احنا في عندنا ثلاث رياضات بسيطه جدا جدا جدا، لو عملناهم هيساعدونا قوي ان احنا نحافظ على لياقه صحيه او لياقه كويسه جدا للعمود الفقري. المشي والعجله سواء عجله ثابته او متحركه، والسباحه. ثلاث رياضات سهله جدا جدا، ما فيهمش ادنى مشكله، ما فيهمش يعني العجله اعتقد موجوده سواء ثابته او متحركه حتى عند مركز العلاج الطبيعي. السباحه موجوده في كل حته، المشي موجود لكل الناس ومتاح لكل الناس، وربنا يحافظ ان شاء الله على عمود فقري سليم، والناس ما يبقاش فيها مشاكل ان شاء الله. ونشوفكم ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شركة الشريف للإنتاج الإعلامي تقدم
أفضل الاستديوهات لإنتاج البرامج والإعلانات وحدات تصوير خارجية، متخصصون في إنتاج البرامج التلفزيونية وكافة أعمال الجرافيك والمونتاج. تسويق البرامج والإعلانات على كبرى القنوات الفضائية. للتواصل شركة الشريف للإنتاج الإعلامي. اختيارات بلا حدود.